سنوات ومدري ايش. اخوي سعيد مسكت في راسه ذاك اليوم وانا باقي يمكن في رابع وخامس، هو اكبر مني بسنتين. ايوه فتعال اخوي سعيد الله يستر عليه فيشتري مكينة هذه ب10 ريال. يا سلام. كسرهم من 50 الى 10 ريال. اعطوه مكتوب عليها 100 جبا. هي والله الذي لا ما هي جبانيه. وروح البيت. عاد خير اشكالهم. شاري مكينة. اخوي سعيد. يبغون جنب بعض يمشون. اخوي سعيد يبغى يجربها. كم رقم 11؟ وعاد انا فرت تجارب حق سعيد خوي. طبعا شيء قال انت تجربه. والله فرشت تحتي ذاك اليوم سفره. وهبني في نص الصفر. بيحنيك ولا بيحليك؟ اني بعلم قلت الحلاقي عشان ما نوسخ الارض. ايوه اخستقني. قلت النمر حقتها. قلت اعلى نمر حلقني. قال يلا 15 يحط على 15. ادري ذيب وكلب. 15 عكس 15 يعني ما ادري الرجال ما يبغى 15 كذاب. كذاب يا رجل والله الحلقة الحلقة هذا كذاب. المهم جاب بدا مني شوف جنب يمين يسار على الاقل تقدر تثبت عمرك. واجي اقول بر مين شبي؟ يقلبها لا تعرف خل المكين قال بجيك بجيك وخلها معلقة خلها معلقة. اقولك تخيل ايش قال روح اخذ مقص وقصقص شعري اتفرج المراية الا والله يبينا مجلودة لهنا مجلودة صدق الى هنا تخرج يقول سعيد اوه علقتني قال يا اخي عيت يا اخي لا تحلق زي الناس خربت. تعال فاتح ابوي في الموضوع. يا سلام. بعدين ايام صيفيه ذاك اليوم احنا صغار اذا غلقت المدرسه ودنا نربي شعورتي نبغى نشوف ايش هي الشعور هذه. واروح عند ابوي الله يكسر الشيطان من اللي سابك كذا؟ قلت الباغره. امسك سعيد وسرقت انت قلت ما بيجيني انا ما بيجيني. طبعا ابوي ما جاني ذاك الحزه والله خذني على الباب ابو سعيد الله يسعد ذاك الوجه وركبني عند الحلاق. يا سلام. ونزلنا على الحلاق على الخشب على طيني ظهري طيني ظهري يوم صغير قايم يقول حلاق مصري ايه من يسوي شعره كذا كان هذا هذا كلب كد عليه سفره كرموك كد عليه سفره لهنا كيف كيف تقوم والله يا انجل ذاك اليوم جد كيف بعد حلق شعري كامل على الصفر اول ما اول مره حلق دوري معاه كذاك الصفر تخيل انك على خشبه تمشنقه وتنضرب الله جلد جلد هني بعدين على المخبر هني يا رجال اشياء المزح في الحياه اللي بالسياره عندنا واحد من الجيران مالك الله يذكره بالخير من سوء حظنا كان جارنا في ذيك الفتره من سوء حظه من سوء حظه توني اتعلم السواقه الجمسه التابوت تطير ال 94 ابو صوت ذاك عرفته قال لي ابوي احنا طالعين منتزه في الرياض ومجهزين له الويكند والله العظيم انه اشن ويكند مر عليه ذاك اليوم قال جيب السياره من موقف من الحوش لين البيت اجي اركب السياره واشغلها وتعرف عيال الحاره يلعبون كوره وكذا انا اللي اسوق كان في شركه شيلات تو نزل ذاك اليوم يلا 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 من 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 الشاهد من جاهز ودخل جاهز من جاهز الاماراتي المهم هذا مي حد هذا اول الشيلات وطق الشريط وعلى الفره في الحاره ابوي قال جبها يعني دقيقه بياخذ الموضوع ايوه السلات جاهزه والقهوه والشاي اطق فره في الحاره يعني انا وقتها في المتوسط هذا الابتدائي انا رجال اسوق كينج اقول اي حق الجبس ذاك تابوت اخوي عبد الله جنبي وقتها عبد الله سادس رابع في السنين ذي ما هو كبير واجي اسوق ويجي واحد المالك اذا جارنا ويهوب يلعبون كوره واجي اهوب عليها انا لاني بنزح الا والله يا رجال انا معدو قدام السياره اي والله اطالع في المرايه لو منسدح وراي الله يقلع شيطان اي والله سويت بدعسته ايد والله الشارع كان على نزله اطالع الرجال منسدح سروله مشقوق انا من الخرشه وقفت ونزلت ونسيت ما احط السياره في الفاضي واسحب جرنط اخوي عبد الله راكب في السياره الا الجمس مودع من جنبي وطالع في الرجال لو منسدح السيارة وارجع السيارة وافتح على فتحة الباب واسحب جلنط
تجنطه تحت وانسى من عبد الله اخوي لعبد اخوي في المرايه على المرايه كذا انا ما همي الا من المسدح القزاز الامامي القزاز الامامي وارجع عند الرجال عاد قدام باب بيتهم يرجع ما بينه وباب بيتهم 5 امتار الجلطه اخوه الصير والما شاف يروح البيت يدق عبد الرحمن هندسه هندسه عبد الرحمن الاخواته والسياح اهله والولد منسدح انا ما ادري وين اروح وقتها الله ابو ذاكر على الشيلات ما ضيعني له وقت وجهك كان مستشفى الملك سلمان قريب منا في حارتنا اي مره ولقط الولد مع اخوه الكبير وركبه ورا في الجنس ما ادري حي ولا ميت المستشفى المستشفى دماغ قال الشيلات والمشرف الشيلات شليت مسجل نزلت في شارع مشيت وامشي على المستشفى الا في رصيف قدام المستشفى هذا كبره والله ما شفته الله. انا من خرشه ما ادري يعني كنت تسوق كويس انت اسوق كويس وكذا رجولي وانا رايح المستشفى تنفض هذا الخويش الصح ما قدرت امسك فخذي ما قدرت امسك فخذي من النفضه اللي جتك النفضه ذيك وجه عند رصيف ابو فرامل من فتح بنزين رصيف يا ولد هذا كبره يا ولد اللي على دخلة الطواري ما عاد برصيف والقمه لقمه الشر انا واخوه سواقة العفش على يوم الطاقية الكبيرة ذيك واربع ازرار الثوب فهمت النظام؟ وانزله في المستشفى الادمي ما في اي حركة في الحياة ما تسمع لا لا وانزله يقول تعال انت ما في لازم تمر هذا لا تجيب لنا ورقة من الشرطة الشرطة اي حوادث وروح عند العسكري هات ورقة بسرعة قال اقعد انت عندي هنا خلك من الورقة ودون ورقة للدكتور واجلس انا عندهم يا رجال انت مقدرين اللحظة هذيك هذاك جوا ما تدري حي ولا ميت وانت هنا وتبغى اثبات وتبغى اي شيء لك في الحياه وابوك ينتظرك تشيل السلاط وتصرون على ابوي ابوي تعال ويجي ابوي قال لازم نخليه تحت ملاحظه 24 ساعه الادمي طلعت على فخذه اليسار انا بالكفر الخلفي حق السياره يعني الحمد لله طلعت على فخذه اليسار بكفر الموتر من وراء يعني الحمد لله ما كان راسه ولا رقبته ولا شيء كسر اي أيوة والله وياخذونه تحت ملاحظه وتمر اموره بخير يطلع من المستشفى اللهم لك الحمد انا اقول لك ليش كان من سوء انه كان جيران ابو زعبل اخذ ابو زعبل وخذ لا وقفوني في اخو ابو زعبل الصغير هو خس منه هو خس ولا ريحه الكفاله موجوده وطقطق عليه العسكري ذاك اليوم طقطقه انا وجهي كذا مره قال المهم الرجال طاب بعد شهر ونلعب كوره ما سالفه خس منه ويجي اخوي محمد وين عسل لا اخوي محمد يشوت يجيك الرجال كان حارس يصد الكوره يقول بها كذا الا يده هنا تنكسر من الكوع نفس الجيرة نفس الآدم هي العراق صلى العصر ما في شيء المغرب مجبس يده عبد الرحمن ماك إذا تشوفني أحبك والله يا أخي أنا قدام فرمت أيام الاختبارات ليش؟ تعرف الدوريات اللي يجون ايام الثانوي عند معهم سيارات وحنا نتفرج فيهم ونسولف معهم الطوايق ايه كنت اسولف مع الراكب زيبان كفو الراكب سواق كذا شكله ما عجبته السالفه يبغى يفلح من سالفته كنت انا حاط رجلي واحده من رجولي وقعدت اسولف معهم اثر السواق استعجل تمشي فرصه على صابع في البدايه ما تحس بشيء حار بعدها يشتغل منبه عندك في العقل اقسم بالله يا عرب اني رقصت وعرفت ذاك اليوم عرضت في حياتي اصابعي كلها تقول كذا يا رجال راب العظيم يا رجال قعدت اشبك قعدت شهر بدون حذيان امشي في الشارع يا رجال والله مخيم مخيم في الماح خص مخيم خص مخيم المهم يوم جاء في الليل حوالي سنتين ونص الا واحد من ضرسي يوجع ضرسي يوجع اي والله قسم بالله شيك على الطلعه ونعطيه عويدي ونعطيه ماش ما ركت اي ونوديه للمستشفى الروح انا مجينا ابد توم طالع صوت فجر احنا واقفين عند مخيم والله ونصلي عيوننا نايمين من الساعه 1 ونص 2 نايمين ونصلي ونركض اخذت لي يمكن ساعه ونص وانا اقوم يوم قمت لهم صعق قهوه وشاهي يا زينه اي والهيل الفطور والامور الزينه شابين نارنا في البت المهم ويشغلون ذيك الشيله هنا البدايه هنا البدايه ايوه من هنا كانت النهايه تنتهي الايام اعقل واحد شفت برابشه ذا ما تسمع شيلات واجد لا شفت برابشه ذا انا اعقل منه
حلو. انا متكرم واخذ الدمنه حقة البعير. حقة؟ اسوي عليها حقة البعير. اي عاد الشاي عليها يقوم بطل. اسمع واخذ اسوي فيديو كليب. ها؟ اسوي فيديو كليب عليها. توعوي ولا مو توعوي؟ توني صاحي انا. واخذ فنجان القهوه واروح. والله واسوي دا واحد من عيال فلاح السبيعي الله يذكره بالخير. قال حلاه من جربانك يا عبد الله فالطعوس. قلت يا رجال ما تجرب على نمله عساك تقوم انت. عدو دب دب. عندنا واحد انا صحيح الله يذكره بالخير حوطي دق السالفه شروكي اوتوماتيك. ابعدت شوي انا وهو يزدق طال عمرك يركب الجيب ظم 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 طلع كذا الجيب الرجال. لا 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 لياقه ووضعي زين العب جمباز وكل شيء اموري تمام ويمين ويسار ويمين ويسار اقول ها ما عاد فيه يا ولد ها دب في الصدام. لا اسمع قسما بالله دب في الصدام من طايحين قدامها. قلت انا زين مره ذي بس مين مشكله يا ذي طق طق على رجولي قسما بالله وطاك ايه وطاني وطالع ال والله عمودك قدام من فوقي ما شيك على ايه واحد من العيال واحد من العيال طيب اخذ الصحن والله جايب من فيهم يوم شافه طاني هو يوقف ما يتحرك الثاني سوى كذا قال مات مات. المهم يوم تعادت السياره وانا اقوم منحاش قلت له طاني مره ثانيه شوف واقوم الا ما عاد قدرت اقوم ما عاد في عظام خلاص حسيت فيها اي شوف هذه هذه كان المهم هو ما سالته معاه على رجله المهم اخس سؤال المهم اسمع ويلقطوني انا مستشفى رماح اسمع اسمع عدم كل واحد ويلقطوني انا مستشفى رماح المهم شوف اخس شيء احمر اخس سؤال يا انا ابو جبيري ولا هو الربع ولا الدون احد سؤال يا شباب اسلم على المستشفى وجب مستشفى رجلي والله ويطلعون العيال برا قال يا حربي طبعا عبد الله فيها شرطه فيها ما حيل شرطه هو الشرطه طلعهم برا الحالي اخوي سبعان وعتبان والله نعم الله عليكم زور قالهم قال لي علمك في السالفه اوه ضاربه ولا في السالفه تحقيق اي انا ماني بيمه يا ولد انا وجعان انا ما اوني وكسر كسر يوم وجعان راح فيها هتسالني ولا شيء المهم قلت يا عيل خير يا ولد وخلك محضر سنتين ولا واحده يا عيل سنتين رجل واحده قلت خلك قلت خلك محضر خير يا ولد انا ان شاء الله اني طيب وفين قال قلت يا ابن السياره نايم وتدحت في السياره و وضعتنا قال اكيد قلت اوقع قلت اوقع يا ابن الحلال بضعك ساعات ايه قالوا يشيلونا ونمشي والله ويجي الحمد لله على السلامه اي الحمد لله على السلامه احد نشاتك من الحادث قول له الله يرجعوني ويرجعني هو ايوه المهم احنا ايه احنا في استراحه عبد الله تواجهت انت وياه ولا لا لا تجيك السالفه لا لا عادي والله ما في اي شيء ما زعلت ولا شيء هو ما عاد فيه خلاص حسب الرجال بعدها باسبوع سوى عشاء وسوى يعني الرجال ما قصر بعدها بشهر شهر ونص ايوه انا في الجامعه في الرياض الا ابوي دق علي ارفع عبد الله قلت سم شنو طيب ترى بخير كان في احد يطلبك فلوس في احد ايش؟ يطلبك فلوس ايوه قلت لا والله ما قال جاني استدعاء من الحقوق المدنيه حقوق المدنيه؟ يوه قلت من هو؟ قال له يجي لي داعسني ايش يبغى؟ رافع عليك رافع علي قضية قطة الصراحة الله ايش هي؟ قطة الصراحة اسألك بالله اقسم لكم بالله قطة الصراحة صادق والله اقسم بالله المهم هذول اخوياك؟ هذا اللي دعسه وسوى دعسني دعسني اي والله دعسني المهم وجي يوم الاثنين دعسك دعسني دعسوك المهم اروح يوم الاثنين الا اخوه موجود قال وين صاحب ذا؟ قال والله مداوم قلت توكل على الله يا حربي يا اخي والله ما في استراحه كثير ربع السالفه كيت وكيت وكيت قال معقوله كل خوينا قلت له والله خوي ويدقون عليه والله ما ادري ايش قالوا له المهم قلنا الموضوع انتهى الموضوع انتهى
طيب.